السلام عليكم يا أولاد. احنا النهاردة هنتكلم على ثورة 25 يناير 2011. الثورة دي أكتريتكم ممكن يكونوا عاصرها أو ممكن تسأل بابا أو ماما عن أحدث. احنا ثورة 25 يناير بنتكلم إن هي ثورة كانت فريدة من نوعها غير أي ثورات حصلت قبل كده درستوها في الترم الأول. الثورة دي تاريخ معاصر، يعني احنا عاصرناه شفناه في الأحداث. كانت أهم أحداث فيها أو ليه هي فريدة؟ عشان استخدمنا التكنولوجيا، وسائل الاتصال زي الإنترنت، زي الفيسبوك، زي تويتر، كل الحاجات دي ساعدت في نشر أفكار مين؟ أفكار الشباب إن هم عايزين ينشروا أفكارهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الثورة في الوقت ده على الأوضاع الحالية. وليه اختاروا 25 يناير؟ لو تفتكروا كتاب الترم الأولاني في نهايته احنا قلنا يوم 25 يناير ده كان بيوافق عام 1952، كان عيد الشرطة، لأن استشهد فيها 50 رجل من رجال الشرطة في محافظة إسماعيلية نتيجة إن هم وقفوا أمام الاحتلال البريطاني. فالشباب حبوا يختاروا اليوم اللي يبينوا فيهم إن هم متضايقين من الأوضاع بالنسبة لرجال الشرطة، فاختاروا اليوم اللي بتحتفل عيد الشرطة بإيه؟ بعيد. في جملة مهمة جدا مكتوبة: هناك حركات سياسية احتجاجية سبقت. أنا هفهمها لك لأنها مع الأسف مبهمة في الكتاب، إن كان في حركات حصلت من عمال المحلة الكبرى، دي حركات احتجاج على الأوضاع فيها. عمال المحلة الكبرى اللي هم عمال الغزل والنسيج. هنتكلم دلوقتي على أسباب قيام الثورة. أنا عندي في تدهور للأوضاع الاقتصادية، اقتصادي عن زراعة وصناعة وإيه وتجارة. أنا عندي يعني انفتاح اقتصادي. أنا مكتوب كلمة اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط، يعني مفيش حاجة حكمها. الانفتاح الاقتصادي إن أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا بشجع المستثمرين الأجانب على إقامة مشروعات في مصر. طب المشروعات دي مشروعات خاصة بيهم، مع الأسف الاستفادة قليلة جدا بالنسبة مين؟ للشعب. في كلمة مهمة جدا اسمها التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة. يعني ايه خصخصة؟ ان انا احول القطاع العام لقطاع خاص، ودي كانت مشكلة في الفترة ديت. دي كانت سياسة الاقتصاد او وزير الاقتصاد في الوقت ده بطرس غالي، وكانت السياسة دي ادت الى مشكلة حصلت ان كتير قوي من العمال تم طبعا ان هم سابوا اماكنهم، فانتشرت البطالة، ارتفعت الاسعار، ودي كانت سياسة الخصخصة دي بدون دراسة مسبقة، ومع الأسف كانت مشكلة بالنسبة لكتير من الناس. في طبعا أوضاع اجتماعية. إيه الأوضاع الاجتماعية؟ فاكرين إحنا ثورة 52؟ فاكرين يعني إيه قطاع؟ فاكرين إن أنا يبقى المجتمع فيه خلل، ما يبقاش الطبقة مثلا طبقة اللي هي نقول إيه طبقة مثقفة اللي هي الطبقة الوسطى، وطبقة فقيرة، وطبقة اللي هي الغنية. لا، مع الأسف أنا عندي بقى في فوارق اجتماعية حصلت في طبقات المجتمع، وما فيش الثروات بين طبقات المجتمع مش متساوية. كمان مع الأسف أحوال المستشفيات والخدمات، خدمات يعني تعليم وصحة، كانت مع الأسف متدهورة. كان في انتشار لفيروس سي كتير جدا، وناس كتير جدا أحوال المستشفيات كان في ناس كتير جدا بتموت، والتعليم مع الأسف ما كانش فيه حالة جيدة. أنا عندي قانون الطوارئ. يعني إيه مش قانون الطوارئ؟ وخلي بالك إن قانون الطوارئ ده موجود أيام رئيس محمد حسني مبارك. رئيس محمد حسني مبارك لعلمك اتولى الحكم يوم 14 أكتوبر 1981 بعد وفاة الرئيس السادات 6 أكتوبر 81. قانون الطوارئ ده بمعنى إيه؟ أنا لو شاكك فيك بحاول بقدر الإمكان أخذ الاي دي بتاعتك اللي هو البطاقة بتاعتك واستعلم عنها واعمل فيش متشبيه واعرف كان عندك صحيفة جنائية في مثلا مشتبه فيك او الكلام ده. قانون الطوارئ ده مع الأسف في الوقت ده كان العاطل بالباطل، بمعنى ان دلوقتي انسان كويس، طيب انا اخده خلاص، انا شفته وشفت ان هو كويس خلاص افرج عنه، ما بيحصلش حبس او الكلام ده. ده كانت مشكلة برضو مسبب الموضوع، قانون الطوارئ ده مسببه للشباب. أهم حاجة بقى، حصل انتخابات مجلس الشعب 2010، دي بنقول عليها القشرة التي قسمت ظهر البعير، بمعنى إن حصل تزويل في الانتخابات. مين الحزب الحاكم اللي في الوقت ده يا ولاد كان بيحكم؟ الحزب الوطني. وطبعا سمعنا على ولاد الرئيس محمد حسني مبارك علاء وجمال إن هم كانوا مسيطرين في الوقت ده على الحزب الحاكم والحاشية اللي كانت حوالين الرئيس محمد حسني مبارك. الحزب الحاكم بقى في 2010 كسب في الانتخابات أو فاز في الانتخابات ب 97%، دي نسبة كبيرة جدا، معنى كده إن مش متبقي غير 3% معارضين. طبعا ده خلل في أي مجتمع. إحنا عندنا أمريكا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري لازم يبقى يحصل توازن في الكونجرس الأمريكي، نفس الكلام ده حق الصح إن يحصل فيه توازن. مجلس الشعب ده في مصر عندنا بنعمل انتخابات كل 5 سنين. التزويل الانتخابات ده
ادى لايه؟ عشان لو جالي سؤال ايه نتيجه تزوير الانتخابات، هي من اسباب الثوره بس ادت لايه؟ ان خلى المجلس من اي معارضه وطنيه تسقط. انا هتكلم على احداث الثوره. بصوا يا اولاد، زي ما انا كنت معرفاكم من زمان، اي ثوره احفظ اسبابها ونتائجها. الاحداث هنا بس هيجي لي سؤالين مهمين جدا. اولا للاحداث، الثوره كلها كانت الثوره في محافظه القاهره العاصمه الام، وبعدين انتشرت في جميع الاقاليم. الثوره دي كانت في الاول ثوره سلميه، ما فيش اي راكد دماء او اي، وهم الولاد في الوقت ده كانت هدفهم زي ما كانوا كاتبين عيش حريه عداله اجتماعيه. سقف بقى طلباتهم زاد لما حصل تطور في الاحداث. الثوره كان مركزها القاهره، وبعد كده انتشرت في جميع اقاليم او محافظات مصر. الثوره دي قعدت 18 يوم. حصل مع الاسف في يوم كده اضطراب امني، مفيش ولا ضابط شرطه ولا عسكري، مما ادى الشعب المصري عايز يحمي نفسه، كل واحد عايز يحمي العيله بتاعته، فعملوا حاجه اسمها لجان شعبيه. لما يجي لي في الامتحان ليه الشعب المصري او المجتمع المصري عمل لجان شعبيه؟ عشان حمايه المنشات ومواجهه اعمال السرقه اللي كانت منتشره في الفتره دي. وممكن تستعين بالفيديوهات اللي على اليوتيوب وتشوف الاحداث دي كان شكلها ايه. كمان القوات المسلحه او الجيش المصري كان له دور دعم جدا للثوره. لولا الجيش المصري والقوات المسلحه نزلت بقوات وانتشرت في جميع انحاء مصر، ده طبعا ليه؟ لضمان وحمايه امن المواطنين. طبعا في الفتره دي حسني مبارك طلع وقال بعض الخطابات عشان تهدئه ويمتص غضب الجماهير وتهدئه الوضع العام، وقال انا هعين نائب لي اللي هو كان عمر سليمان، عشان برضه تبقوا انتوا فاهمين الدنيا في ايه. عمر سليمان ده كان رئيس المخابرات المصريه وكان له دور مهم جدا في المجتمع المصري، وياما كان الناس بتنادي ان هو يبقى نائب الرئيس. وكانت مشكله حسني مبارك ان ما عينش نائب ليه. لعلمك حسني مبارك كان نائب مين؟ كان نائب رئيس السادات 79. انا عندي يوم 11 فبراير الرئيس محمد حسني مبارك تخلى عن الحكم. طب تخلى عن الحكم لمين؟ خلي بالك من كلمه تخلى. تخلى عن الحكم لمين؟ للمجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي هم اعلى حاجه في قوات المسلحه، لواءات الجيش بمعنى اصح. طبعا الناس كلها فرحوا انه قال لك ده حدث تاريخي وان احنا قدرنا ان احنا نحقق مطالبنا. بس مع الاسف الثوره دي على ما قد ان هي كان ليها اهداف عظيمه، وكان الجيش كان بالنسبه للمصريين اداه مسانده، يعني كان واقف معاهم مش اداه قمع. عشان تخلي بالك ان احداث الثوره اثبتت للجيش المصري اصراره على تحقيق اهدافه، وان شعبه متمرد تداركه كله احتلال، ورغم كده ان احنا ما بنرضاش باي شكل من اشكال الاحتلال، بس الجيش المصري كان قوه مسانده جدا للشعب وليست اداه قمع. قمع يعني ظلم للمتظاهرين. المهم احنا في بدايه العنوان كده كتبنا ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو. انا كده بديهي لو انا ثوره 25 يناير نجحت، ليه عملت ثوره 30 يونيو؟ اكيد طبعا بالعقل كده يبقى هي ما حققتش اهدافها. يبقى ليه اسباب ثوره 30 يونيو؟ عدم تحقيق اهداف ثوره 25 يناير. الشباب حس ان هو اهدافه منتقصه، يعني انا ما حققتش كل اهدافي. في الفتره ديت تولى الرئيس محمد مرسي وهو كان مرشح حزب الحريه والعداله، يعني حريه وعداله اللي هم الاخوان المسلمين. حزب الحريه والعداله ده الرئيس محمد مرسي حكم فتره من الحكم في مصر، بس مع الاسف ما حصلش تغيير في الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه. عشان كده لما اقول ما اسباب ثوره 30 يونيو، اول حاجه عدم تغيير الاحوال الاجتماعيه، اهم نقطه ودي جت في امتحان السنه اللي فاتت في البحر الاحمر، استمرار سوء الاحوال الاقتصاديه، ودي مهمه جدا. انت لو شفت امتحان البحر الاحمر السنه اللي فاتت جه السؤال ده. طب احداث الثوره ايه اللي حصل؟ طبعا لازم كان يتدخل الجيش، لان في ناس كتير كانوا معارضين لحكم الرئيس محمد مرسي، خرجوا عشان يقولوا والله احنا الحكم ده مش قادرين نستوعبه. فالقوات المسلحه لما لقت فيه مؤيدين ومعارضين وان البلد كده هتدخل في المنحدر، طبعا ما حدش بيتمناه، قالوا فرصه اسبوع، هنديكم اسبوع مهله ان انتوا المعارضه والمؤيدين يوصلوا لنقطه يتفاهموا فيها. مع الاسف انتهى الاسبوع والرئيس محمد مرسي، الناس المعارضه دي كانوا بيقولوا له طيب انت عايز بتقول ان انت كل الشعب معاك، تمام نعمل انتخابات رئاسيه مبكره. ودي مع الاسف، ودي كانت لو كان الرئيس محمد مرسي عمل انتخابات رئاسيه مبكره يمكن كان الوضع اختلف شويه. المهم رفض كمان المعارضه، رفضت الحوار مع الرئيس محمد مرسي.
فطبعا تم عزله، دي نتائج الثورة، وتم تعيين المستشار عدلي منصور، وهو لسه عايش دلوقتي المستشار عدلي منصور، هو حكم لمدة سنة، وده كان رئيس المحكمة الدستورية. أنا لما يا جماعة رئيس جمهورية بيموت أو يحصل أي حاجة، استشهاده حصل خلل في الفترة دي، اللي بيحكم رئيس مجلس الشعب رئيس المحكمة الدستورية، ده دستورنا. المهم حصلت انتخابات، في واحد اسمه عمرو موسى، ده كان وزير الخارجية مصر ويتعين في الأمم المتحدة. عمرو موسى ده عمل لجنة اسمها لجنة الخمسين، عملوا الدستور سنة 2014. الدستور ده احنا قائمين عليه او ماشيين عليه لغاية دلوقتي. الدستور ده بيقول ايه؟ الدستور ده فيه كذا باب انت هتدرسه في ثالثة سنة، وبإذن الله الأبواب دي مهمة جدا. الدستور يعني قانون بتمشي عليه البلاد. انا عندي بقى فاز في الانتخابات اللي حصلت ديت مين؟ المرشح عبد الفتاح السيسي اللي هو رئيس الجمهورية الحالي. احنا باذن الله كده ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو انتهينا منها، وكده يبقى احنا خلصنا الوحدة الثالثة في التاريخ.